السلام عليكم، أهلا وسهلا بكل متابعين وأعضاء جمعية SBE Students بصرة Chapter. أقدم لكم نفسي، أنا روان جواد، أحد أعضاء SBE جامعة البصرة. يسرنا اليوم استضافة المهندس علاء حسين. المحاضرة اليوم بعنوان The Geizig Station Overview. قبل البدء في المحاضرة، نبدأ عن الخبرة العلمية للمهندس. حاصل على بكالوريوس الهندسة الكيميائية من جامعة البصرة، حاصل على دبلوم نفط اختصاص ميكانيك أجهزة حفر. درس في كلية الآداب الترجمة، خبير عمل 8 سنوات في محطات الإنتاج النفطية. وأخيرا جزيل الشكر للأستاذ على قبول الدعوة ولتوضيح بعض الأسئلة المطروحة، سوف تكون بآخر ربع ساعة من المحاضرة. تقدر تتفضل أستاذ. شكرا جزيلا أستاذ روان. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته جميعا، مساكم الله بالخير، ولي الشرف أن أكون اليوم في خدمتكم إن شاء الله بمحاضرة عامة عن محطات العزل. جزاك الله خير. طبعا وضحت السيرة الذاتية اللي بعد ما يحتاج ناخذ وقت ويستهلك الوقت بهذا الأمر إن شاء الله. أنا راح أعرض لكم صورة عن يعني صورة نموذجية، طبعا هي موجودة بالجوجل وموجودة بالمصادر، كثير من المصادر. هذه الصورة تعرض يعني شكل نموذجي لمحطات العزل. بس خلنا أشاركها. واضحة يمكن الصورة. واضحة أستاذ، واضحة. جزاكم الله خير. توكل على الله، بسم الله الرحمن الرحيم. إخواني الأعزاء، هذه الصورة قلت لكم جبتها من مصدر، ومصادر موجودة مذكورة في عدة مصادر. أنا راح أتوكل على الله، يعني نظام المحاضرة هاي عبارة عن عرض عام، ومن خلال استفساراتكم أو أسئلتكم راح ندخل بمواضيع تفيدكم. يعني أنتم كمهندسين نفط قد يعني تختلفون طبيعة عملكم عن مهندس الكيمياء، لكن بعد إحنا بالعراق يعني المهندس على كل شيء أهم، وإن شاء الله بكم الخير والبركة. محطات العزل، محطات عزل الغاز الموجودة تعتبر خطوة من خطوات معالجة النفط. احنا طبعا بنعالج النفط، عندنا محطات، اكو محطات النفط يعني بشكل عام، اكو عندنا نفط رطب وعندنا نفط جاف. اذا سامعين بي نفط الرطب، عرفون شنو النفط الرطب؟ إذا أحد يسمعني، ما أدري شباب الصوت واضح يمكن؟ واضح الصوت أستاذ. النفط الرطب الحاوي على بغاز يعني يكون، أو مياه خالطة بي يعني، بنسبة من الماء أستاذ. أحسن. النفط الرطب مو باعتبار النفط الخام، هو اصلا كله يحتوي على سواء نفط جاف او نفط رطب. النفط الرطب هو اللي يحتوي على نسبه من الماء، يعني تقدر بالمصادر ب 15% فوليوم طبعا من الماء، هذا نفط رطب، اضافه الى نسبه عاليه من الاملاح اللي تكون مذابه بهذا النفط. هذا النفط هيك شنو نطلق عليه نفط رطب. فاحنا بناء على هذا النفط عندنا محطات تعتبر بها وحدات عزل نفط رطب، ومحطات ما بها وحدات نفط رطب. هسه في هذا المخطط اللي انتم تشوفونه انتم هسه، هي خطوات في معالجة النفط، خطوات كثيرة. بدءا من الآبار
هذه الآبار world number one, world number two, world number three. هذه كلها نسميها آبار. شايفين أنتم البير أو زائرين؟ طبعاً بعض الأشخاص الموجودين هنا من أصدقائنا موظف يعني هو وجايدرس أحدهم وآخرين كذلك يعني هم مشتغلين. إن شاء الله راح نستفاد من عندهم، نسألهم كل سؤال خلال المحاضرة يفيدونا بمعلوماتهم. أنا مؤمن بقضية تبادل منفعة المعلومات وأحييكم يعني على هذا الاهتمام. طبعا النصيحة يعني قبل أن نبدأ، المعلومة إذا هسه أنتم تحصلونها بسهولة فبعد التعيين أو بعد أنه تصيرون في مكانكم وتستلمون المهام راح تصير المعلومة صعبة. ليش؟ باعتبار أنت لازم مسؤولية، المفروض أنت يعني خلال هذه السنوات أو هذه السنة من الدراسة عندك المعلومة. نقصة شغلة واحدة اللي هي الخبرة اللي راح تكتسبها من خلال التماس مع الكادر والتماس مع المعدات الموجودة. فنصيحة يعني لا تقصرون بمسألة السؤال ولا تقصرون بمسألة البحث عن المعلومة، لأن بعدين تصير صعبة عليكم. ومن جهة ثانية هم صعبة أصلاً راح تنشغلون، راح مسؤولياتكم تزيد. فلذلك يعني عندكم أنتم هاي الفترة فترة الدراسة وفترة التطبيق حاولوا تستثمرونها استثمار جيد. يعني أنا شفتها ومن يعني أقول لكم هذه النصيحة، شفتها جد لها أثر. يعني بعدين المعلومة تصير يعني تعبيرنا فلوس مو ببلاش. فهنا عندنا بالحقل، الحقل الرمالي، عندنا الآبار اللي هي يسمونها الكريسماس تري، موجود عليها شجرة الميلاد نسميها احنا. والآبار اللي نحكي عنها جاي نحكي عن الآبار المنتجة. عندنا آبار منتجة وعندنا آبار لا آبار حقا نسميها. البير بعد أنه ينتج النفط اللي راح نستثمره بعمليات بالمنشآت النفطية ويدخل معالجة، احنا نقول له يموت البير. يموت البير يعني قد ضغطه ينزل، قد الإنتاج مالته يصفر، قد ما نستفاد منه بنسبة أملاح، بنسبة ماء كلش كبيرة. يعني عندنا بعض الآبار نسبة الماء تصل إلى 90% وجاي نستفاد منه. نسبة الماء 90% وجاي نستفاد من هذه 10%. لها حسابات يعني لها حساباتها الخاصة. زين، فالآبار اللي موجودة بهذا المخطط هي الآبار المنتجة، الآبار المنتجة اللي بيها نفط. زين، هذا اللي راح نسولف عليه. هذه الآبار بعد أن تخرج من رأس البير اللي أنتم راح تكونون يعني نقول المسؤول الأول بالنسبة لمهندسين النفط، أنت مهندس النفط يكون هو المسؤول الأول عن اختيار وتنظيم وتنسيق عملية الحفر وما إلى ذلك. بالنسبة إلى بعد هذه المرحلة يعني أنتم كاختصاص دقيق بعد أنتم ما تهمكم، بس راح تفيدكم المعلومات لأنه قد بالتعيين قد ما تعينون على الحفر، قد ما تعينون على رأس الآبار، قد تعينون في محطات العزل، وهذا الشيء راح يفيدكم إن شاء الله. زين، هذه الآبار، مجموعة الآبار بعد أن تخرج، طبعاً تخرج توصل إلى مجمع، مجمع الآبار. قبل أن توصل هنالك لاينات ناقلة، هذه اللاين يعني هذا هنا بالرسم يبين صغير لكن هي هاي توصل إلى يعني كيلومترات، يعني آلاف الأمتار من رأس البير إلى مجمع الآبار. هذا كله يسمونه مجمع، هذا كله يسمونه مجمع المانيفولد نسميه. هذا المانيفولد، قبل المانيفولد يعني يصير بين رأس البير والمانيفولد أكو طبعا شيء يسيطر لنا على النفط وإنتاج النفط، وإحنا نسميه تشوك سايز يعني فتحة الإنتاج الجد الريلة. هذه فتحة الإنتاج نستفيد من عندها بقضية تحديد طاقة البئر، يعني الجد الريل البئر ينتج والجد ديمونته والجد راح يستمر عندنا. طبعا اذا اكو واحد عنده يعني مداخله يعني تفضل، هي المحاضره خلي تكون يعني تفاعليه افضل، انا افضل. زين، الموجوده هنا اللي يعني سيطر لي على انتاج البير عده صمامات. عندنا هنا نن ريتيرن فالف، اذا سامعين بي هذا الصمام جدا ضروري يعني نخلوه. طبعا هذه الرموز مو اعتباطيه، يعني شوف هذا الرمز، شوف هذا الرمز، شوف هذا الرمز، هذه كلها الرموز انتم راح تتعاملون وياها
بشكل مباشر وتكونون يعني تكونون مسؤولين عنهم، بحيث انه يعني المهندس او حتى الفني اللي ما يعرف هاي الرموز يعني راح يتيه بالحق الصراحه. ليش؟ لان تعاملك انت وسوالفك يعني ما تسولف عن امور وصور، لا راح تسولف عن شغلات لها مسميات، هاي كلها موجوده وتدخلون دورات عليها وتتعلموها بحيث يصير عندكم خبره نظريه زائد عمليه. زين، فهذا الصمام نمرة انفاض هذا طبعا يمنع لي رجوع الضغط الى البئر، يعني يحدد سريان مجرى النفط من اتجاه واحد، يعني من راس البئر الى مجمع الابار. بعد مجمع الابار هذا مجمع اللي يحتوي على لاين، اذا هنا يعني بالصوره واضح عندكم هذا افقي وهذا عمودي، بالحقيقه هن كلهن افقيات. بس ليش خلوا هذا التقاطع؟ خلوا هذا التقاطع حتى يسيطرون على الآبار وغلقها وفتحها، بحيث يجي البير نمرتين فاض يجي هنا صممين. هذا اللاين البرودكشن هيدر، هذا هيدرات يسمونهن، يعني ذني اللي يتقاطع عن وي الويل يسمونهن هيدرات. هذا الهيدر وهذا الهيدر، هيدر الانتاج وهيدر التست بريتر. طبعا تيس بريتر هسه يعني بالمحطات يعني بالحديث احكي لكم تقريبا شبه اللغات، يعني المحطات القديمه فقط جاي تشتغل بها. يعني هسه صار قضيه تيس بريتر تعرفون انتم هاي حتى تقيس لي انتاج، يعني تقيس لي انتاج والفلو مات البير. اما هسه بعد الحمد لله يعني الشركات جاي تاخذ البير نفسه على راس البير جاي يحددون طاقه البير. زين، لكن احنا نحكي هنا قلت لكم عن قضيه نموذجيه، يعني عن مخطط نموذج عالمي. اذا احد عنده مداخله. اي حبيبي استاذ، يعني تقريبا هسه الحقل الرومويله ملغيه عازله. نعم. التيست سيبريتر، يعني صرنا نستخدم التيست هيدر للمناقله الصراحه بين مجمعات الابار فقط. أحسن. نستفاد أحسن. من عنده. أنت أستاذ موظف؟ أنا سايت مانيجر بمحطة عزل القرينات بالرومل الجنوبية. ما شاء الله، إحنا بعد يعني بعد إذنك جاي نسولف. أي حبيبي، تدلون بالخدمة، أي معلومة تحتاجون أنا موجود هنا وياكم. إن شاء الله صار. تسلم. مثل ما تفضل الأستاذ، يعني شبه اللغز تسلم. هسه إحنا حاليا عندنا بالان اي دي اس محطة عزل الغاز الشمالية. موجودة تقريبا وحدة ومهملة، يعني هنا معزولة فمجرد ظالة هيجي. زين، نرجع لقضية الشرح معنا. هذا البرودكشن هيدر، هذا البرودكشن هيدر يخلون بينه وبين البرودكشن سبريتر ESD. هذا صمام جدا ضروري وإجى لحماية العازلة وللسيطرة على ضغط الآبار. يعني تعرفون انتم هذه ضغطها جدا عالي، يعني هذا يعني مثلا عندنا الابار توصل من 300 الى من يعني 250 وانت صاعد دي اس اي. تتخيلوا الضغط اللي يجي على البرودكشن هيدر ويروح للسبريترات. هذه العازلات طبعا العازله سامعين بها شباب، سامعين بها العازله عباره عن وعاء يستخدمونه يعني بشكل وبتصميم معين، يعني اذا استعرفنا الوقت نسولف عليه او اذا صارت لنا فرصه ندخل في السبريترات واراويكم يعني بعض تفاصيل السبريترات وشنو تحتوي وشون تعزل النفط وشنو انواعها واحجامها. يعني هذا عباره عن وعاء، يعني هسه هنا عندنا اويل وغاز ووتر، يعني هاي ثلاثيه الاطوار. زين، بين السبريتر وبين الهيدر هذا صمام الاي اس دي، يسمون احنا نسميه الكراش بار، يعني صمام السحق. الاي اس دي هو عباره عن صمام مسيطر، يعني صمام امان المحطه. هذا الاي اس دي بتحكمات عديده، يعني بتحكم هوائي وتحكم كهربائي. تحكم هوائي يعتمد على الضغط وتحكم كهربائي كذلك في حال صار عندنا اضطرار بغلق الآبر أو إيقاف المحطة، رأساً بكبسة زر وحدة
يوقف لنا عفوا يوقف عندنا الضغط من جهة الآبا زين. فهو عبارة عن صمام أمام. هاي سيبريتر بعد هذا صمام الأمام. هاي سيبريتر اللي هي برودكشن سيبريتر اللي يهمنا يعني تيست سيبريتر قلنا نعوف هسه حتى نستثمر الوقت ونشوف أسئلتكم. يعني البرودكشن سيبريتر قلنا عبارة عن وعاء. هذا الوعاء ب يعني أجزاء معينة تساعدني في فصل الغاز والماء والنفط زين. طبعا احنا بنقول هنا عزل الغاز يعني مو انتهت يعني مو من عده هنا وانتهت يعني هذا الغاز مو معناها انه بعد ما اكو غاز من نفط اطلع لي هنا نفط صافي واروح لا لا. هذه مرحله من المراحل يعني اكو عده مراحل عندنا. هذه مرحله من المراحل وقلنا نسولف بشكل حتى لا تصير معلومات هواي نسولف بشكل مختصر يعني احنا. هذه مرحله يعني بعد المرحله هم نفس العمل لكن بغير تراكيب وغير ضغوط. فهذه مرحله البرودكشن سيبريتر تفصل لي او تعزل لي بالاصح الغاز عن النفط عن الماء. هذه هيتش سيبريترات نسميها ثلاثيه الطور. ثلاثيه الطور شنو عرفون انتم يعني طور الغاز وطور السائل وعندنا الماء كذلك. هذه شلون يسيطرون عليها؟ يسيطرون بواسطة مسيطرات ضغط ومسيطرات ليفل يعني سيطر على مستوى النفط ومسيطرات كذلك سيطر على مستوى الماء. هذه كل وحدة تروح إلى فد مرحلة أخرى من المعالجة. يعني مثلا هنا عندنا الأوتلت جاز هذا يروح إلى محطات كبس الغاز. محطات كبس الغاز ومحطات كبس الغاز هم يعني تحتاج لها فد يعني بحث وسوون فد سيرش عليها تتعرفون على شنو بيها وشلون يستخلصون الغاز ويعزلون قطرات الماء مثلا وغيرها يعني كابسات وما الى ذلك زين. بالنسبه الى الاويل اللي طالع لي هنا لازم يخلون فد شيء يسيطر على مستوى الاويل اللي هو ال سي في ال سي في وهذا بي سي في بريشر كنترول فالف. بريشر كنترول فالف اللي هو يسيطر لي على الغاز يسيطر وال سي في الليفل كنترول فالف. هذني طبعا مسميات اعتقد موجوده عندكم مصادركم وقضيه السيطره عليها راح يعني كلش يخصكم اذا الله وفقكم اشتغلتوا محطات العزل. يعني هذني صمامين هن محور عمل العازله زين. وكذلك هنا عندنا صمام ال سي في هم يسيطر على مستوى الماء في داخل العازله. الاويل قلنا يروح الى مرحله اخرى من المعالجه او يروح الى يعني هذا بشكل عام هنا نحكي الى الاويل ستورج زين. بالنسبه للوتر يروح الوتر تريتمنت اللي هي عندنا البي دبليو دي نسميها احنا. هذه منظومات تعالج الماء وترجعه الى المكمن. ترجع الى المكمن. ايش ترجع الى المكمن؟ لان خلي بالله نسالكم احنا ليش يحاولون ارجاع الماء بعد معالجته الى المكمن؟ لتعويض النفط اللي طلعناه على ود ما يصير عندنا ضغط زياده بالهيدروستاتيك يعني بالهيدروستاتيك بريشر. الضغوط المكمنيه نستفاد من عند الدعم المكمني يعني. القضيه اذا اريد نصورها يعني كانه كره ويعني شيء يشبهها. هذه الكره بها يعني جزء سائل وجزء غازي. اكيد انت حتى تحافظ على الضغوط التشغيليه وحتى تحافظ على الابار بصوره منتجه من تطلع السائل او من تطلع الليكويد تحتاج حتى تحافظ على هذا الضغط تحتاج الى تعويض لانه صار عندي نقص بداخل النظام. هذا النظام الموجود في الحقل صار عندي نقص به فاضطر انه انا ارجع اعوض جزء من النقص اللي طلعته من النفط الخام فيرجعون. انا طبعا الرسائل يعني انا بعيني على الحاسبه وجاي اسولف فالعده مداخله يسوي الرايز هاند ويتفضل يعني حتى
3-0. جيد. بقت عندنا أنه الغاز مو بس للسي اس يروح، لأنه الغاز يعني يطلع بكميات كبيرة خصوصا بالرمالة، وجاري العمل أنه يعالجون هذه القضية الأزلية، يعني لأنه يعني نحرق آلاف الأطنان من الغاز، تدرون أنتم يعني تمرون عليها، أنت تعدون من يم جسر الرمال وتشوفون هاي الفيارات. هاي الفيارات شنو تعرفونها؟ هاي الفيارات عبارة عن غاز طالع من معالجة النفط، من عزل الغاز، وجاي يحطونها ليش؟ لأنه يطلع كميات كبيرة وما يقدرون يسيطرون عليه، ما يقدرون يستثمرونه كله، فيضطرون إلى حرق هذا الغاز. وهذا الغاز طبعا يعتبر ثروة، وهذه الثروة احنا زي نحرقها، ونتأمل أنه نتطور أكثر وما نحرق هذا الغاز. زين، هذا بشكل عام، بشكل عام شرح عن محطات عزل الغاز. سألتم إذا مدوين سؤال في بالكم، سؤال تفضلوا، لكن ارفع يعني سوى رايز هاند على مود يصير الامر مرتب جزاكم الله. اللي عنده مداخله او سؤال يتفضل. اذا ما عندكم سؤال فطبعا انا سالتكم يعني. السلام عليكم. رايز هاند. عليكم السلام. استاذ بالنسبة هاي الأبار تختلف بالضغوط، يعني الهيدر نفسي تبقى يعني هاي الأبار ما تنفصل، يعني شلون إذا ضغط عالي بير ضغط عالي وبير ضغط واطي، شلون راح نربط نفس الهيدر؟ نعم، السؤال حلو، بنجاوب. إذا أحد عنده سؤال ثاني قبل يعني خلي شوية يصبرنا. سؤال زميلكم إذا سمعته يقول مثلاً يعني ويل نمبر 1 ويل نمبر 2 ويل نمبر 3، إذن يعني هذا مثلاً ضغط مثلاً نقول 200 وهذا 250 وهذا مثلاً 300، إذن شو راح ينجمعن بهيدر واحد؟ بهيدر واحد يعني هذا ما يأثر ضغط على هذا. إحنا قلنا في بداية المحاضرة قلنا أنه هنالك صمام نمرتين فالف، هذا يمنع لي الباك برجر، يمنع لي رجوع الضغط إلى الوال. يعني حتى وإن كان خلينا قد احتمال أنه يعني يرجع ضغط، فهذا راح يصدق. أضف إلى ذلك أنت هذا النظام ما هو مغلق، يعني هذا النظام يعني أكو بي فلو، فأكو دائما أكو هنا نقص ضغط، لذلك يعني هذا من راح يصير جريان وفلو هنا راح يكمله بالضغوط الموجودة من الآبار، فما راح يأثر بير على بير. أضف إلى ذلك كذلك هنا حسابات هندسية لأقطار الأنابيب، يعني مثلا الهيدر ما ممكن أنا أخلي هسه هو هنا باللون الغامق، زي يشوفون أكو لون غامق واللون هنا شوية أفتح من عنده أو أضعف من عنده. هنا أكو حسابات، يعني هذا حسابات مادة الفلود أنتم دارسينها، هذه الحسابات أنه شلون أحافظ على قضية ضغوط الآبار وشلون أحافظ على قضية سريان الضغط، بحيث إحنا هسه هذه قلت لكم يعني واحدة من المراحل، في مرحلة أخرى يعني كل مرحلة تجي تصير أقل ضغط من اللي قبلها. يعني مثلاً بس برايترات من أجي هنا جيش وأخلي جيت مثلاً أطرج جيت 190 PSI، من أجل الهيدر هذا هنا راح أطرج 200 PSI، من أجل الآبار قد هذا البير ألقاش جيت 250. فإذا ملاحظين شغلة أنه كل مرحلة يصير أقل من الضغط، أقل ضغط من السابقة مالته. بهذه الطريقة ما راح يصير عندي، يعني بهذه التحكمات الموجودة ما راح يصير عندي باك برجر. وطبعا قلت لكم هاي مرحله واحده، اكو مرحله ثانيه ومرحله ثالثه من المعالجه، بس ما نريد نسوي يعني لود عليكم بالكلام. سؤال اخر تفضل. استاذ بخصوص عمليه التيست سبريتر. نعم. اي استاذ حاليا بس يكملون عمليه الحفر، جاي احنا نشتغل سيرفيس والتيست سبريتر، يعني ناخذ والهيد بريشر البي اس ان دبليو
الجيو آر، حسابات الجيو آر شوك سايز مختلف، يعني شوك سايز مثلا 24 26 32، ونشوف حسابات الويل هيد أثناء هذا، يعني الضغط مال الويل هيد أثناء هذا شوك سايز، هل هذا يعتبر يعني التيست سبريتر اللي حاليا مستخدم أو أكو تيست سبريتر بالمحطة؟ احسن استاذ. لا هو مو يعتبر، هو سابقا كان يستخدم هذا التيست سبريتر، سابقا استخدم، هسه من اجت هاي الشركات اجت، هو يعني هم قاموا بالطرق الهندسيه يستخدمون يعني فالطريقه، يعني انا مو كلش محيط بالقضيه، انا بتماس وياهم بقضايا اداريه، يعني نطلع يمكن دا شايفهم انت يجوك الاوبريشن يطلع مجرد انه يشوف البيرمت مالك ويشوف سير العمل، اما شنو العمليه اللي يسويها هو ما يدري، يعني اضافه مثلا ربط سبريتر شلون يدخل، ومن يدخل هذا يخلي فت صمام يقلل الضغط وصمام اخر يقيس عليه، هذا يمكم يعني زين. هنا حتى يعني تيست سبريتر سابقا اكو فريق تيم هو خاص بالتيست سبريتر، هو اللي يعطينا يعني البيانات الموجوده عن البير اللي نسوي له تيست. استاذ مركز نعم خوان طبعا شباب، بما انه عندنا وقت وما عندكم اسئله، قضيه النفط الرطب نرجع نسولف عليها شويه، ومحطات العزل، يعني بالنسبه لمعالجه النفط ماكو عمليه عزل مثاليه، يعني دائما هناك كميه متبقيه من الماء بالنفط، وهاي يعني تراوح من 1 إلى 20% من حجمه زين. ف يعني اكو هنالك طرق للحصول على افضل فصل للماء من النفط تتم معالجته من خلال وحدات النفط الرطب. وحدات النفط الرطب سولفتها شوي، اشرت لها في بدايه المحاضره، وحدات النفط الرطب تشبه الى حد كبير عازله النفط، يعني تشبه هاي تقريبا، وهاي وحدات النفط الرطب لكن بها مميزات خاصه، يعني تسهل لي عمليه فصل الماء من النفط شويه، راح يعني اريد شوي تثيروني انتباهكم، راح نسولف بعض المعلومات اللي يعني تمس نقول اختصاصكم. هذا يعني فد نظام خاص انه يخلونه بالسبريتر حتى يسهل لي عمليه فصل الـ يعني هاي شلون يتم عمليه فصل هذا الاويل عن الوتر، شلون يتم؟ اكو في بالكم فد فكره معينه قبل ان ابدا؟ استاذ حسب فرق الكتابات، استاذ بالاعتماد على السبيسيفيك جرافيتي ودرجه الغليان الكلمات بعد اللزوجه. نعم. والحراره والكثافه. نعم صح. نعم كل ما ازدادت الحراره قلت اللزوجه، بالتالي راح تصير تزداد عمليه الفصل بعد الميكسينج. طلاب اصلا يجوا يتكلمون، طلاب ان شاء الله بعد اكو اجابه. استاذ الفصل هنا يتم حسب اختلاف الكثافات. نعم صحيح. في الحقيقه هي يعني عليكم السلام تفضل. الفصل عن طريق في زعانف او في شرائح موجوده في السبريتر، يخش النفط الخام يخبط فيها وبالتالي ينفصل النفط عن الغاز عن الوتر. ويدخل حتى مواد كيميائية طبعا داخل السبريتر حتى يزيد عملية الفصل. ايوه هذه الزعانف بحدها ما تكفي، يعني احنا جايين نسولف على النفط والماء، يعني بحدها لو خليها فد عازلة، لو خليها فد 10 عازلات وبيها زعانف وانت تصممها ما تكفي لعزل هذا الاويل عن هذا الوتر، ليش؟ يعني هي الزعانف هنا وقضيتها يعني الزعانف خصوصا، الزعانف خلوها مو لفصل الماء عن النفط لا، وانما حتى يعني شويه تسوي فتره
مكوث للنفط حتى يطلع من عنده الغاز. يعني هاي وظيفة الزعانف الأساسية، يعني تسوي فرد ريزيستنس للفلو حتى تتخلص هاي قطرات النفط تنزل ليه جوا بوساطة السبيسيفيك جرافيتي وجزيئات الغاز تصعد ليه. زين، فمو الزعانف يعني هي بالتحديد لفصل الماء، لا، مثل ما تفضلوا يعني كثير من الأخوة أنه هنالك عدة عوامل تلعب دور في عملية الفصل أو عملية العزل عفوا. زين، مثلا قضية الحرارة، قضية درجة الحرارة. تعرف أنت درجة الحرارة شنو تأثر على المائع؟ درجة الحرارة تلعب دور مهم بالتأثير على اللزوجة. يعني أنا عندي نفط خام، وهذا النفط خام بمواصفات فيزيائية ومواصفات كيميائية. زين، فاللزوجة اللي يأثر عليها الحرارة، الحرارة واللزوجة، سؤال لكم بما أنكم بعدكم يعني فرش، كم تأثير الحرارة على اللزوجة؟ استاذ تناسب عكسي. عكسي استاذ، أقل اللزوجة تزداد الحرارة تأثر. التأثر على الكثافة الحرارة، الحرارة تأثر على اللزوجة، التناسب ما بين الحرارة واللزوجة هو تناسب عكسي. زين، بحيث أن كل ما ازدادت درجة الحرارة في داخل العازلة أتكلم راح تأثر لي على اللزوجة وتقلل لي من عندها. زين، السؤال بعد شوية اختصاص يعني سؤال دقيق، ليش الحرارة كل ما زادت للزوجة؟ إنها قادرة تكسر روابط المادة. عفوا، لأن هذا السؤال يفيدكم طبعا، لأن تبعد جزيئات النفط عن بعض البعض، يعني يكون متكتلة بشكل فيزيائي هندسي، والحرارة القوية تبعد عنها ال روابط المادة. لا، نعم تدرون أنتم السائل يعني فيزيائيا هنالك يعني طاقات، حوالي 6 طاقات من أنواع الطاقات الموجودة وين في الليكويد، يعني من طاقة حركية، من طاقة كامنة، من طاقة كهربائية كذلك موجودة كهروستاتية. زين، هذه الحرارة تنطي طاقة إلى الجزيئات وتصير حركتها أكثر مما كانت عليه، بحيث أنه السائل من يكتسب هذه الحرارة وتصير هذه الحركة، الجزيئات الخفيفة راح تحاول الإفلات من هذا السائل، والجزيئات الثقيلة راح تنزل لها جوا، لذلك اللزوجة راح تدي تقل، اللزوجة راح تقل، المسافات البينية ما بين الجزيئات راح تتباعد، فاللزوجة راح تقل بهذا الشكل. يعني الحرارة نقول تناسبها عكسي مع اللزوجة، كل ما زادت درجة الحرارة كل ما قلت اللزوجة. زين، من العوامل كذلك معدل تدفق النفط والغاز، احنا نسميه المينيمم فلوريت والبيك فلوريت والأفرج فلوريت. هذا معدل تدفق الضغط والغاز يأثر لي على عملية العزل. يعني أنا مثلا إذا عندي عازلة ومعدل التدفق بها عالي جدا، ما راح يعطيني وقت كافي لعملية العزل. ليش؟ لأنه أنا أحتاج ما يسمى بفترة المكوث. هذه فترة المكوث، يعني هذه الفترة اللازمة أنا أحكي يعني بدقيق، يعني أحكي بدقائق بجزيئات هذا النفط الرطب، ما راح تعطيني فترة كافية لهبوط الجزيئات الثقيلة وسريان الجزيئات الخفيفة. لذلك معدل التدفق النفط والغاز يأثر على عملية العزل. بعد عندي الضغط التشغيلي operating pressure والحرارة التشغيلية، هم سولفنا عليها. الضغط التشغيلي شلون يأثر لي؟
يعني أنا إذا زودت الضغط هذا راح يصير شيء إيجابي لو سلبي على عملية العزل؟ أكيد راح يصير شيء سلبي عليه، راح يصير شيء سلبي. وكذلك التقليل، نعم التقليل من 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 الضغط التشغيلي راح يصير مو سلبي على عملية العزل، راح يصير أصلاً سلبي على عملية الإنتاج برمته. ليش؟ لأن أنا من من أقلل الضغط راح يقل عندي ضغط المرحلة اللي تلي هذه المرحلة. تدرون أنتم قلت لكم أنا عدة مراحل، مرحلة أولى، مرحلة ثانية، مرحلة ثالثة، لازم أنا أحافظ بالضغط من بداية رأس البير إلى أن يوصل إلى الأويل ستورج، واضح، الخزانات النفط. شلون أقدر أحافظ عليها؟ يعني من خلال الضغط التشغيلي. فأنا لا أقدر أصعد الضغط كلش ولا أقدر أهبط الضغط كلش، فيسوون حسابات دقيقة لمعرفة ضغط كل مرحلة. الخواص الفيزيائية قلنا مثل الكثافة والانضغاطية كذلك. بعد الكفاءة التصميمية للعزل، يعني كل عازل يبيها كفاءة تصميمية للعزل على وفق شكلها وعلى وفق حجمها، هذا الشيء يأثر على عملية العزل. وكذلك وجود الشوائب، الشوائب الموجودة بالنفط أغلبها البرافينات والرمم. طبعا الرمم من المشاكل يعني العويصة صراحة بعملية العزل، لأن الرمل تدري يعني هذا مادة ما تذوب. يعني احنا انا اتذكر قبل سنتين عندنا عازلة نفط رطب ديهايدريتر يسمونها عازلة الماء، اذا سامعين بيها عازلة الماء، يعني ظلت تخربط عندنا ما يقارب سنتين. شنو القضية مالته؟ يعني ناس تقول ظلت تتكهن، ناس تقول انه هذن الأقطاب مالاتها، شنو الأقطاب هم نجي عليهم، هذا الأقطاب الكهربائية مالاتها أقل من المستوى المطلوب، ناس تقول أكو خلل داخلي، ناس تقول كاسر الاستحلاب وحسها هم نجي عليه، ناس تقول والله الله تتكهن الوادم، إلى أنه اضطرنا إلى إيقافه. شلقينا؟ لقينا أنه نصف العازلة، يعني تقريبا نصف العازلة مملية رمل، زين، وهذا الرمل يعني كان عائق جدا لعملية العزل وعملية معالجة النفط الرطب. فبعد أنه زالوا الرمل، يعني نقلوا زين بكراكة، شغلوها وإذا بالعزلة يعني تشتغل. شوف هذا تأثير الرمل، يعني أنا شاهدته بالعين المجردة، يعني شفت الوضعية شلون كثيفة للعزلة. زين هذا الرمل. البرافينات كذلك نفس الشيء. بعد عندنا من العوامل المؤثرة على عملية العزل هي ميل النفط الخام إلى تكوين رغوة. إذا تجون المحطات العزل راح يراوهكم نقاط نمذجة، أكو تخرج من العازلة هذه نقاط نمذجة، تشوف من يفتح نقطة النمذجة عبارة عن يعني أنبوب أبو الأرباع، يعني أنبوب صغير يفتح النمذجة. شوف أنه من ينزل النفط أكو فد رغوة عليه، هاي الرغوة هم تعيق لعملية العزل. لذلك هسه بهذه السنوات اضطرينا إلى أنه يعني هذا استهداف وحدات معالجة الرغوة، أنه شلون يضيفون مواد تعالج الرغوة موجودة، يعني إذا تسوون عليها سيرش باليوتيوب راح تشوفون هذه المواد شلون تقتل الرغوة أو تقلل من تأثير الرغوة على عملية العزل، بحيث أنه الرغوة يعني راح تحيل لي ما بين النفط الجيد والنفط الرديء. كذلك تأثر على عملية الضغط الموجود. بعد من العوامل المؤثرة على عملية العزل هي ميل السائل إلى إحداث تآكل، وهي من المشاكل الشائعة الموجودة في المنشآت النفطية هي التآكل. يعني اضطرت المنشآت النفطية كذلك إلى استحداث وحدات معالجة التآكل، أو يعني التقليل من أثر التآكل بإضافة بعض المواد الغازولينية. زين هذه المواد يعني تقلل من حدوث التآكل. زين هسه إلى هنا، يعني إلى هنا من عنده سؤال لحد الآن؟ استاذ سؤال إذا ما صير زحمة.
بالهيدرات عندنا احنا اللي عرفه تو هيدر يكون واحد صغير وواحد كبير خاصة بالرميلة يعني. نعم. ليش يسوون واحد صغير وواحد كبير يعني؟ لخوب اثنين كبار مثلا او واحد عن الاثنين. يعني قصدك البرودكشن هيدر نفسه اكو واحد صغير وواحد كبير؟ اي بالضبط، اللي يعرف انه اكو واحد قطرة مثلا يكون اكبر من الثاني بضعف او هيك عشان ضغط. يعني هسه اللي موجود بالمحطة يعني شايف ما عندنا انه واحد صغير وواحد كبير، بس اذا اكو فد حسابات هندسية اللي يعني تأثر على الضغط لربما يعني يخلون واحد من الهيدرات صغير حتى يحافظون على الضغط. يعني هي قضية انه لان انت لما نشوف قلت لك مادة الفلود، احنا شو تعلمنا مادة الفلود انه شلون يأثر الضغط وشين العوامل اللي تأثر لي على الضغط وتقلل أو زيد. مثلا البوات، مثلا البوات أو إحنا نقولها بالعامية التقاسيم الموجودة أو الفروع أو طول المسافة ما بين الوول هيد والبرودكشن هيدا، هذا كلها عوامل محسوبة، يعني عوامل محسوبة تأثر لي على الضغط. فلربما إذا موجود، يعني أنا بالنسبة لي ما شايف أنه يخلون في بالهيدر أو بالمجمع الآبار فالهيدر يعني يختلفن زين. إذا يعني أنت خليت واحد مختلف راح تضطر أنه السبريتر البرودكشن سبريترز كلها تغير تصميمها حتى تناسب الضغط اللي جاي لها زين. فكلها حسابات هندسية حتى للمحافظة على الفلو الموجود، شلون أنا أحافظ عليه وأوصلها بأمان إلى الستورج تانك الموجود أو الأويل ستورج زين. بعد منو عنده مداخلة أو سؤال أو استفسار أو إضافة؟ السلام عليكم أستاذ، استفاد من عندكم. عليكم السلام أستاذ، ممكن توضح الفرق بين التيست سبريتر والبرودكشن سبريتر، أو يعني شو الغرض من وجود التيست سبريتر؟ قلنا البرودكشن سبريتر تكلمنا عنه، التيست سبريتر الغرض ما عنده كان انه معرفه الطاقه مالت البئر. يعني مثلا انا يعني الصوره اشوف دائما بالصوره يعني هيك شيء معلوم، يعني بهذا المخطط ما راح توصلكم المعلومه 100%، لكن يعني عندكم راس فيض عن المعلومه. لو تجون هنا المحطه اراويكم انه مثلا هذا الهيدا من جمعت أنا الآبار هنا قدرت أوجهها باتجاه واحد على البرودكشن سبريتر. أنا بإمكاني مثل ما جمعت هاي هنا بإمكاني مثلا يعني محد من الآبار مفتوح على هذا الهيدر التيست سبريتر هيدر، أوكي محد مفتوح، مثلا أجي رقم واحد أريد أعرف طاقته. أنا شلون أعرف طاقته؟ أجي أفتح هذا الصمام زين، أفتح هذا الصمام على هذا الهيدر واتفقنا انه البقيه كلهم مسدود. من افتح على هذا الهيدر يدخل بهاي السبريتر، اكو فد اجهزه خاصه تقيس للان والاوت ومعدل التدفق الموجود زين، واجهزه خاصه بالضغط كذلك. من خلال الفلو الموجود هنا راح اقدر اعرف طاقه الضغط وطاقه العفو البئر وضغطه ومحتواه من الغاز ومحتواه من الماء ومحتواه من النفط. واضح؟ فهذه الفائدة أو الغاية من التيست سبريتر. زين. بعد أكو استخدام آخر للتيست هيدر وليس التيست سبريتر. التيست هيدر هذا تدرون أنتم من المحطات، يعني هو محطة واحدة، عدة محطات. هذه المحطة وهذا الإنتاج مالتها يعني ملايين الدولارات، ملايين الدولارات بالمعنى الحرفي يعني. يعني أقل محطة اليوم بالرمالة تنتج 50,000 برميل باليوم. زين ما معقول انا اذا صار عندي مثل خلل في مثل هنا، صار عندي ليف او صار عندي تضرر احد الانابيب او صار عندي ايقاف عازله، ما معقول راح اوقف محطه كامله على مود والله سبريتر واحده، او مثلا على مود ضفه انا اضطر اوقف كل الابار. فهاي البرودكشن هيدر اجت لي فائده ثانيه انه انا شلون احول هذين الابار مالتي هاي على غير محطه من خلال فليكسبل لاينز مرتبطه بهذا الهيدر او مرتبطه بالسبريتر او مرتبطه
يعني ربطهم يكون مثلا بين السبريترات او مثلا قبل لا يمر للديهايدريتر او الديسولتر او مثلا النظفاف واحول. فهاي اعطتني كذلك امكانيه تحويل الابار واستلام الابار من والى المحطات. يعني فيما بين المحطات ممكن انا مثلا هسه انا ذا محطتي واقفه ممكن انا اغلق هذا الاي اس دي اللي هو صمام الكراش صمام الامان سميه زين، ممكن انا اغلق واحول على غير محطه من خلال فليكسبل لاين موجود هنا. واضح هسه انا ما واضح بالرسم بس هذا اعطتني فائده اخرى للبرودكشن هيلر. واضح؟ احسنت سؤال يعني مضبوط ان شاء الله. بعد منه عنده سؤال استاذ بالنسبه لمشكله استاذ العمل الكيميائي المضافه؟ نعم نقدر نسيطر عليه انه من خلال مصدر. يلا تفضل عيد السؤال. المواد الكيميائيه ايش فيها استاذ؟ المواد الكيميائيه المضافه يعني نعم اكو عندك فكره عليها المواد اللي تساعد بعمليه الفصل اللي تقلل من تاثير مثلا الاسفلتين او البرافين بقيه المواد؟ لا انت خلينا نفصلها واحده واحده. اكو مواد نضيفها احنا مواد مثلا الانتي فوم نعم صار حتى نعالج الرغوه، مواد اخرى مثلا انتي كروجن بس حتى نعالج او نمنع التآكل وليس معالج بعد التآكل اذا صار شلون نعالجه لازم نستبدل زين. اكو مواد اخرى واللي هي المواد اهم من هاي المواد اللي نضيفها لعازلة النفط الرطب لوحدات النفط الرطب. واضح؟ هذه مواد خاصة ب يعني معالجة النفط واستخلاص الماء من عنده. تدرون انتم هو ماكو فرد تفاعل كيميائي بين الماء والنفط. أكو تفاعل كيميائي بينتك؟ يعني ماكو تفاعل كيميائي. بس شنو عندنا راح يصير؟ راح يصير عندنا يعني أنت راح تدخلنا بموضوع آخر. أنتم إذا بيكم حين نستمر فقولوا توكل، وإذا ما بيكم يعني نكتفي بشرح بسيط. توكل استاذ توكل. دخلنا بموضوع آخر اللي هو موضوع المستحلب وشنو يصير داخل عازلة النفط الرطب. داخل عازلة النفط الرطب نعم نعم نكمل. داخل عازلة النفط الرطب قطرة الماء الموجودة بالنفط أو قطرة النفط الموجودة بالماء، هذا يعني وجود النفط بالماء أو النفط أو الماء بالنفط نسميه مستحلب. هذا مستحلب طبعا نقدر نصنف المستحلبات النفطيه الى ثلاث مجاميع، مستحلب الماء في النفط، مستحلب النفط في الماء، ومستحلبات اكو معقده. يعني فد جزيئه ماء اذا تتصورها وجزيئه نفط وحده بداخل الثانيه. زين؟ هذا اللي احنا شلون نتخلص من عنده؟ يعني هذا الاستحلاب وجود سائلين لا يذوبان مع بعضهما، يعني لا النفط يتفاعل ويا الماء ولا الماء يتفاعل ويا النفط، تدرون انتم هاي. يعني ما حد يذوب بالثاني. لكن شنو جاي يصير؟ جاي يصير تشتت، يعني شتت احدهما مع الاخر، وتعتمد درجه استقراريه هذا المستحلب على طبيعه الخلط، على طبيعه السائلين من حيث التركيب الكيميائي واللزوجه وكذلك درجه الحراره اللي سولفنا عنها وتاثيرها على استقراريه المستحلبات. زين؟ فاذا توفر هيك ظروف راح يصير مستحلب. بالمحطات استحدثوا شنو حتى كسر هذا المستحلب وعزل النفط عن الماء؟ استحدثوا كاسل الاستحلاب يسمونه ديمولسيفاير. ديمولسيفاير هو هذه الماده الكيميائيه اللي تستخدم لمعالجه هذه المشكله. مواد تستخدم لكسر الاستحلاب. جزاك الله خير على السؤال، يعني فتحت. انا ليش ما اريد اسولف لانه اتبع اسئلتكم يعني زين. هذا مواد تستعمل لكسر الاستحلاب، يعني تحمل اسماء تجاريه مختلفه. هذه شبيهة ذات اوزان جزيئيه عاليه تعمل على معادله تاثير عوامل الاستحلاب وبعد تقليل الشد السطحي لقطره الماء. يعني هذه قطره الماء اكو فظاره لما ظهرت الشد السطحي اذا سامعين بها زين.
وتكون هذه مواد نشطة سطحيا واستخدامها يؤدي إلى تكوين مستحلبات أكثر استقرار. زين، فهذا المستحلب هو اللي نستخدمه. زين، وين هذا نوديه؟ يعني هذا أكو إلى أماكن يحقنون به النفط الخام. يعني عندنا ثلاث أماكن لحقن مادة كاسر الاستحلاب، هاي الدوماسيفاير، ثلاث أماكن عندنا: قبل صمام الخانق، قبل تشوك فالف لحدوث مزج شديد. هذا صمام الخانق، تشوك فالف وين موجود؟ موجود هنا. زين، التشوك نسميه احنا موجود على رأس البير، اكو قبله حتى لحدوث مزج شديد، يعني حتى نحصل على مزج شديد، وهذا المواد وين النفط الخام يحقنونه قبله. زين، وهذه يعتبر المكان المثالي للحقن، بس احنا يعني غالبا محطاتنا هنا ما يستخدمونها، لانه تدري انت هاي المنظومه نخليها لازم عليها فد مراقبه، فالاسهل وين يستخدمونها في داخل المحطه. زين، عندنا مكان ثاني نحقن منه قبل صمام السيطره على المستوى، قبل ال سي في. ال سي في اذا تتذكرون هذا ال سي في، هذا ال سي في وين يحقنونه؟ يحقنونه هنا، كأنه هنا في هذا المخطط النموذجي يحقنون هنا. من يعني راح يصير مزج ما بين هذا الديموسيفار وما بين النفط الخام خلال جريان هذا النفط إلى المرحلة اللي بعدها، يعني راح تبدي عملية المزج منها إلى أن يدخل إلى عازلة النفط الرطب ديهايدريتر أو ديسولتر. زين، هذا المكان الثاني. و أكو شغلة أنه يجب أن تكون نقطة الحقن على بعد 60 إلى 75 متر عن عازلة الماء، يعني قلت لك حتى يصير مزج. زين، هذه طبعا كاسة الاستحلاب، يعني إذا سامعين بها أكو ثلاث أنواع من عندها، يعني كاسر استحلاب يسمونه سالب الأيونية، وكاسر استحلاب موجب الأيونية، وكاسر استحلاب غير أيوني. سألني معلومات دقيقة، أنا ما أريد يعني أثقل عليكم بها، لكن بشكل عام أحكي. زين، المعالجة شلون راح تصير؟ تتم المعالجة على ثلاث مراحل. يعني شلون راح يصير؟ شنو اللي راح يصير من حقنة هذا؟ شنو اللي راح يصير؟ راح يصير ثلاث مراحل. قلت لك أنا هذه قطرة الماء موجودة وين؟ في النفط، أو قطرة النفط موجودة بالماء، وماكو أي تفاعل كيميائي. يعني لحد مثلا، يعني لا تخطئون، مثلا واحد يسألكم أنه ليش الموجود الماء موجود ويا النفط؟ أكو ماكو فد تفاعل كيميائي. الكل ما هنالك أن هنالك ما يسمى بمستحلب، وهذا المستحلب عبارة عن، قلت لك، عن قطرات موجودة بعضها ببعض. يعني شنو مراحل المستحلبات؟ مراحل، أول قضية أنه أنا أكسر هذا المستحلب. يعني شلون أكسر؟ يعني تتضمن هذه القضية تمزيق وتكسير الغشاء المحيط بقطرة الماء. إذا فرضنا أنه هنالك قطرة ماء في داخل قطرة النفط، فأنا أول مرحلة أعمل، يعني هذا بالدقة أحكي، أعمل على كسر هذه هذا الغشاء الموجود، يعني المحيط بالماء. فلنفترض أنه إحنا جاي نحكي عن مستحلب الماء الموجود في النفط، يعني قطرة ماء موجود في النفط. هذه العملية تحتاج إلى تعزيز بساطة، يعني حرارة والكاسر. يعني هذا الاستحلاب أنه حتى أكسر هذه الغشاء أحتاج إلى حرارة وأحتاج إلى كاسر استحلاب اللي حكينا عنه، الديموسيفاير. طبعاً الحرارة من المشاكل العويصة الموجودة في محطات عزل الغاز، يعني في الشتاء يعني يبدي القضية السوء، يعني شتاء وبظروف الباردة يعني القضية السوء بالنسبة إلى عازلة الديهايدريتر وعازلة الديسولتر، هذا يعني وحدة النفط الرطب اللي نسميها. ليش؟ بسبب نقصان درجة الحرارة، وهذا يؤثر بشكل سلبي على عملية العزل. زين، بعد نقطة ثانية من عملية معالجة الاستحلاب، يعني بعد أن كسرت الآسرة، شو راح أعزل النفط عن الماء؟ المرحلة الثانية هي اندماج القطرات. إذا جاي تصورون العملية، بعد أنه أنا كسرت هذا الغشاء، راح أحاول أجمع القطرات، يتضمن اتحاد قطرات الماء، هاي تصبح حرة بعد كسر المستحلب حتى تكون لي قطرات كبيرة. إذا وصلت لهاي المرحلة وصار اندماج دالة قوية للزمن،
اذا وصلت لهي المرحله وصارت قطره كبيره راح يشتغل عندي الجرافيتي، راح تشتغل عند الجاذبيه وتنزل القطره مات الماء وين الى الاسفل، وتبقى القطره النفط مع فلو الخاص بالنفط يعني زين. كل ما يزيد الاندماج وتتعزز هذه العمليه مجال الاكتروستاتيكي راح تزداد عندي عمليه العلي. بعدها قلت لك راح من هذه القطره، من صارت عندي قطره كبيره جاي اشرح بالدقه، راح تترسب بفعل الجاذبيه، وهاي القطرات الكبيره الناتجه عن عمليه الاندماج راح تبدي تتجمع وين؟ في الاسفل. اذا تجمعت بهاي الاسفل ولو هي مو عازله نفط رطب، بس اذا تباعوا لي عليها، اذا تجمعت هنا يعني احنا نحتاج انه صوره اخرى، اذا تجمعت هنا راح عندي هنا مجرى الماء اقدر اسحبه، ومجرى النفط طبعا هذا البايب يعني يمتد يصعد بالعازله الى مستوى النفط. واضح؟ اذا نكبر الصوره، هاي العازله اذا نعتبرها عازله نفط رطب، يعني تخيلوا هذا البايب راح يصعد. ليش يصعد؟ لانه هنا الجو راح يصير مستوى الماء وفوقه مستوى النفط واللي فوقه مستوى الغاز، هذه بالعازله ثلاثيه الاطوار والعازله النفط الرطب يعني نقصد بها زين. فهذا الوتر الخارج من هنا المتجمع هنا راح يخرج من الاوتلت وتر زين. هذه هي عمليه المعالجه اللي سال عنها جزاها الله خير زميلكم يعني. اذا عندكم استفسار تفضل. عفوا بس اضافه، اكو ايضا من ضمن المواد اللي انا اضيفها يعني داخل السبريتر اللي هو شنو اللي هو اني من اريد اقلل اللزوجه اللي هي تكون نعم. بالطريقه التقليديه اللي هي عن طريق الحراره او الهيتينج، انا ما احتاج انه اسوي هيتينج بالفتره الاخيره على اعتبار بانه هاي العمليه راح تسبب لي بوليوشن، عندي لها اضرار بيئيه. فبالاخير شنو بقوا يسوون؟ اكو ماده اللي هي الهوت اويل، من يخلوها داخل العازله عن طريق الهيت اكستشينج التبادل الحراري راح تقل عندي اللزوجه. يعني هسه هو شنو يكون عباره عن اويل حار ما راح يمتزج ويا الاويل الثاني، راح ايضا يزيد من درجه حرارته اللي هو عن طريق الهيت اكستشينج، فبالتالي شنو راح تكون راح تقل اللزوجه، فهي ايضا من ضمن المواد اللي تنضاف داخل السبريتر. يعني العفو بس خلنا بالداخل شوي، هذا اللي يقول عنه الهيت الاويل من اجاني؟ يعني هو غير الاويل اللي داخل له شلون؟ لا استاذ، يعني على حسب انه ما حكى المهندس انه هو هوت اويل يعني خارجي عباره عن اويل. شوف عندنا اكستشنجرات كنا نستخدمها يعني هي قلت لك الامر شوي مشعب، بس انا احتاج يعني ما احتاج الحراره مفرطه لا فرط ولا تفريط، لا احتاج الحراره لدرجه انه تقلل من اللزوجه. فشو اللي سووا هيت اكستشنجرات، سووا هذا الهيت اكستشنجر يمر بيها النفط يسخن، وين يروح لي لعازله النفط الرطب زين. فهو مو نفط مثلا خارجي، لا أطفد لاينز يروح على الهيت اكستشنجر ويرجع لي وين؟ انه بالعازله النفط الرطب. جيد، مداخله لطيفه، احسنت. بعد اخواني منو عنده مداخله او سؤال؟ يعني مثلا بالشتاء انا احتاج الهيت اكستشنجر زين، بعض المحطات يعني ما او بعض الوحدات النفط الرطب ما تستقر اذا مو هيت اكستشنجر بسبب يعني خصائص النفط زين. طبعا اكو حلول اخرى يعني حتى يحافظون على درجه الحراره، مثلا عند اللي جاي يلفون البايبات حتى يحافظون على درجه حرارتها. بالاضافه الى ذلك مثلا عندنا عمليه غسل النفط، اذا سامعين بها عملية غسل النفط هم تساعد لي بعملية العزل وعملية تقليل الأملاح حتى أنا أحصل على جودة. هاي كلها يعني بمجموعة قد تصير سلبية وقد تصير إيجابية على عملية الاستحلاب وعملية استخلاص النفط بخصوص النفط الرطب يعني زين.
بعد سؤال استفسار عملية الغسل مالت الأويل على اعتبار أنه الأويل بأملاح وبسانس هاي شنو؟ هاي أنه هي ما تذوب داخل الأويل بس إذا مثلاً أنا غسلتها بالماء هاي الأشياء هي راح تذوب بالماء فراح تساعدي على عملية العزل وعملية التنظيف للأويل. نعم هي بالحقيقة عبء على يعني صراحة عبء على عملية العزل بس يعني شو نسوي إحنا حتى نحصل جودة نفط ممتاز يعني أقل أملاح الأملاح جدا مشكلة يعني هم مشكلة كبيرة الأملاح يعني معناها تآكل فحتى نحصل على جودة نفط نضطر لعملية الغسل بس هاي راح يضيف لي تكاليف إضافية حتى أنه أعالج هذا الماء وأطلعه من النفط تعرفين يعني بعد ممكن أنا أضيف لي يعني ممكن أنا أصدر إضافة عازلة يعني دراسات وتكلفة فيلجؤولها لكنه مع حلول يعني مع حلول ممكن أنا لازم أزيد جرعة كاسر الاستحلال حتى أنا أوازن كمية الماء اللي طالعة أو كمية الماء اللي ضفتها أنا فأضطر أنا شنو مثلا أزيد الجرعة وهكذا أضطر مثلا أنا أضيف حرارة مثلا حتى أحصل على يعني تكاليف إضافية هذا لازم نخلي يعني في بالنا. أستاذ ممكن سؤال إذا ما صار زحمة؟ أي نعم تفضل. أنا عندي حاليا يعني إذا تداخل النفط مع ما يسمونه مستحلب إذا نعم. تداخل الغاز مع النفط تصور راح يسمونه هو هذا الفوم مو؟ وإذا صار عندي الفوم أنا الأنتي فوم المواد اللي أضيفها إذا تقدر يعني عندك معلومة عليها يا ريت تفيدنا بيها شكرا مقدما. نعم هي مواد يعني غازولينية موجودة بالمحطات يعني عبارة عن منظومة صغيرة يعني مو فد شيء كبير تحقن هذه المادة يعني كمواد يعني كمحتويات هذه المادة صراحة ما مطلع عليها يعني لكن هي إضافة بس سبب الفوم شنو؟ سبب الفوم يعني حركة النفط الخام من المكمن صعودا إلى محطات العزل هذه الحركة ووجود الغاز راح نسبة الخلط تزيد عندي مثل ما تفضلت حضرتك أنه الغاز الموجود يسبب له كذلك بعض المواد البرافينية وبعض المواد الكبريتية الموجودة تسبب لهذا الفوم فيضيفون الأنتيفوم يضيفون مادة الأنتيفوم حتى يهدئ لي طبعا نسوي يعني سيرش عليها أكو فد مقطع فيديو أنا شايفه يعني وضح لك أنه الدقة أنه شو تسوي بالجزيئات وشون تخلي هذه الجزيئات يعني هذه الجزيئات اللي مثل ما تقول رغوية والمواد الرغوية تهدأ يعني شون تأثر بالدقة على هذه المواد موجود يعني أكو فد فيديو باليوتيوب إذا تسوون سيرش عليه يعني إذا تحتاجونه بس أنا كمواد مكونة لهذا المادة ما مطلع عليه بصراحة زين بالنسبة يعني من المستحلب مثل ما تفضلتوا أنه استقرارية هذا المستحلب تعتمد على فرق كثافة بين الماء والنفط حجم جزيئات الماء تعتمد على اللزوجة تعتمد على الشد السطحي وتعتمد على وجود عوامل الاستحلاب اللي سولفناه زين بعد أكو أمر مهم إحنا نعتمد عليه في دراستنا اللي هو هذا الاستحلاب وعملية العزل على أي قانون أو على أي نظرية علمية يعتمد؟ أكو أحد عنده فكرة؟ نظرية براونية نعم يعني أنا نظرياً إذا أريد أحسب سرعة قطرات الماء نظرياً على أي قانون سامعين بي أنتم؟ أعتقد أستاذ العفو نعم أسمع أستاذ قانون ستوك أحسنت قانون ستوك ستوك عنده قانون يربط لي
يعني يخليني أقدر أعرف سرعة قطرات الماء، يربط لي الفرق الكثافة مال الماء والنفط والتعجيل واللزوجة، قانون ستوك. أنتم أكيد مستخدمين، ويعني من القوانين المهمة في يعني المجال النفطي، أنه يعتمد يعني إذا عندي أريد أطلع أو أعرف سرعة قطرات النفط الموجودة، إذا أريد أعرف فرق الكثافة، إذا أريد أعرف اللزوجة أصلاً من خلال السرعة، ومن خلال الفرق الكثافة أقدر أستخدم قانون ستوك. بشكل عام يعني إذا بعد ما عندكم، حتى أحاول أختم ألخص الموضوع إذا ما عندكم مداخلة، ما عندكم سؤال مداخلة، يعني بالنسبة للمشكلة، مشكلة الرمل اللي يصعد مع النفط، نعم. ما في إنه له مصافي تحل هاي المشكلة مثل المواد الكيميائية اللي تحل البارافينات و... تدري بعد أنت عرفوا إن يعني النفط تركيبه مادة كيميائية، يعني ما إحنا إذا أردنا نتحكم بالنفط الرطب ممكن يعني نستخلص من عنده الغاز، ممكن نستخلص من عنده الماء، ممكن نستخلص من عنده النفط، لكن المواد الصلبة يعني صعوبة التعامل وياها وصعوبة ويعني وجود مواد تذوب لي هاي المواد الصلبة، ما يعني ماكو إمكانية أنه مثلا أنت تضيف فد مادة كيميائية تقضي لي على الرمل زين وما تأثر على النفط الخام، ما في شيء عندنا مادة، فيعني تبقى هي مشكلة كبيرة. ولا تقدر أنه أنت مثلاً تخلي مثلاً فلنفترض افتراضات أنه تخلي فد عازلة فقط للرمل أو مصيدة للرمل، زين هذه المصيدة هم يحتاج لها تنظيف، يحتاج لها تخوموها لخطوط إنتاج، هذا الحكي بضغوط عالية، شون كل يومية مثلاً أنت منظف، فتبقت يعني مشكلة قلت له عويس، مشكلة كبيرة، مشكلة الرمل خصوصا. يعني احنا عندنا مرة عازلة، اذكر عازلة من عازلات احد الضفاف الاوتلت مال الوتر سد، يعني توقع انتم شنو ضحكتم، شنو لقينا بيها، يعني اكو مواد مذوب لقينا بيها خشب، هسه هذا شلون جاي شلون ما نعرف، لقينا بيها خشب زين، خشب يعني كأنه ما أعرف يعني ما أدري في داخل العازلة في يعني بالأوتلت ووتر لقينا خشب، مواد يعني خشبية مبينة زين، هسه هذا منين إجا ما أعرف، زين هذه المواد ما ذوب صعبة يعني لا بدرجة الحرارة ولا بالمواد الكيميائية ممكن أنه أنا أعالجه، إلا مثلا واحد صف سبع يفتح العازلة يمد إيده يوخرها ويرجع سبع زين. شكرا. هاي شكرا لك على هذا السؤال. بعد اخوان ما عندكم شيء ان شاء الله. استاذ عفوا شكرا جزيلا طبعا على هذه المحاضره، بس عندي سؤال بسيط، اكو مصطلح بالسبريترز اللي هو اسمه السيرج او سلاجينج، يعني هو من الفاكتورز اللي يتاثر على عمل السبريتر، فبالضبط اريد اعرف هو شنو يعني العمليه شلون التم، او يعني فد شيء تصويري ببالي ما فاهمته. سلاج قصدك يعني؟ اي سلاج او السيرج سلاج او سلاج اي دون نو، بس اتوقع الاسم الثاني سيرج. هي تقريبا شبه شبه المشكله اللي تونا نتحدث عنه، انه مثلا انا عندي هسايه اذا تشوفين هالسبريتر واضحه يعني مكبرها يمي، ما اعرف يمكن كبيره او لا. نعم واضحه. نحتاج فد صورة أوضح من عندها أو أكبر من عندها. هذا اللي تدري أنت، هاي شوف هذا البايب يعني قطرة مثلاً 8 إنش زين، وأنا عندي هنا فلو والعازلة هذا ارتفاعها وهذا طولها، يعني أكيد هذا لأنه فتحتها صغيرة ودائماً الفلو يجي منها. إحنا دائماً عندنا مبدأ بالهندسة أنه الخلل وين يصير، خلل يصير بنقاط الضعف، يعني
وين أضعف نقطة هسه هنا؟ أضعف نقطة هاي النقاط اللي من عدها تمتد البايبات. يعني إحنا مثلاً إحنا نلقى تضررات بمثل أكثر تضررات من بالسرة أو قريب من النوزل. هذا النوزل اللي مرتبط بالأوتلت أويل أو غاز أو وتر. زين؟ ليش؟ لأن هي هاي النقاط ضعيفة بالعازلة. فالمواد الكيميائية ومجرى هذه المواد، المواد النفط الخام، وين تتجه؟ هذا مسراها الوحيد. فأي مشكلة أو أي شوائب موجودة سواء رمض أو مواد غير ذائبة راح تنزل لي من هذا. فهي إذا كانت حجمها كبير أو إجت لي في إجت لي خلينا نقول فوليوم عالي راح تكظ هنا، فيصير احنا نسميه السلاج. هذا السلاج هو عبارة عن مجموعة تكون يعني مواد كيميائية غالبا غير قابلة للذوبان، غير مذابة أو غير ذائبة، تسد لي فتحات الأوتلت. نسدها بعد أضطر أنا إلى إيقاف العازلة ومعالجة الموقف. هذا يعني مشكلة الإصلاج اللي جاي. الصراحة سولفناها بس المصطلح قد غريب على مسامع البعض، يعني هو هذا الإصلاج اللي نسميه اللي صدرت به زميلتنا. أنا يعني وصلت الفكرة. نعم نعم، شكرا جزيلا. بنهاية المحاضرة شكرا للأستاذ علاء على وقته وعلى المعلومات الثمينة، وإن شاء الله تكونون قد استفادتم. نلتقيكم في محاضرة أخرى قادمة. شكرا لحضوركم. شكرا لكم جميعا، وكان لي الشرف أنه أكون خدمتكم، وإن شاء الله يعني إذا أكون فرصة أخرى أكون خدمتكم حاضر أنا. جزاكم الله خير وأهلا وسهلا. شكرا جزيلا أستاذ. شكرا. We'll be right back.